التعليم توجه بتعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في التعامل مع محو الأمية. وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم القيادات التعليمية على مستوى المحافظات بأهمية تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في التعامل مع ظاهرة الأمية، مشيرا إلى أن الشخص الأمي لديه خبرات حياتية تؤهله لتعلم القراءة والكتابة بسهولة من خلال المدخل التنموي والتأهيل في محو الأمية. وأوضح الدكتور رضا حجازي أن قضية الأمية تتمثل في الإحجان والارتداد عن تعلم القراءة والكتابة، لافتا إلى أن الوزارة تسعى لتوفير منظومة تعليمية متميزة قائمة على ضمان الجودة والتي من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة. لمزيد من التفاصيل حول هذا الأمر معنا على الهاتف الأستاذ أيمن صقر مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط ومسؤول ملف التعليم. برحب بحضرتك يا فندم على شاشة قناة مدرستنا 3. أهلا وسهلا. تحياتي لحضرتك أستاذ أيمن. بداية، ما هي التعليمات التي وجهها وزير التعليم خلال لقائه بمدير الإدارات التعليمية بالمنيا للاهتمام بملف محو الأمية؟ طبعا ملف محو الأمية من أهم الملفات اللي موجودة على طاولة الدكتور حجازي وزير التربية والتعليم، بالإضافة إلى ملف التسرب للتعليم. دول الملفين اللي كانوا الدكتور رضا مهتم بيهم جدا. فبالنسبه لمحو الاميه هناك توجيهات كبيره من دكتور حجازي لجميع الادارات التعليميه بضروره حصر عدد الاميين في جميع الادارات التعليميه وعمل تطوير لهم تعليميا. طبعا هذا التطوير طبعا لا ننسى دور هيئه تعليم الكبار ومحو الاميه اللي ناجحت العام الماضي في محو اميه اكثر من 9 مليون شخص. نعم. هذا العدد كبير جدا، خلال هناك جهود كبيرة، هناك تعاون مع الهيئة مع الجامعات مع منظمات المجتمع المدني على مدار العام، هناك خدمات تقدمها الهيئة لجميع هيئات المجتمع المدني التي تقوم بمحو أمية الأشخاص داخل جمهورية مصر العربية. نعم، يعني أستاذ أيمن حضرتك ذكرت أن تم حصر عدد كبير أو كافة الأرقام بداخل جميع مديريات التربية والتعليم لعمل منظومة تطوير لتعليمهم ومحو أميتهم. يعني نريد أن نعرف شكل هذا التطور، وأيضا حضرتك ذكرت يعني ملف التعاون بين منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في هذا الملف، ما يقدموه من فعاليات وأوجه للتعاون. هو بالفعل هو أول حاجة عشان لنجاح موضوع محو الأمية عمل قاعدة معلومات لجميع الأميين داخل جمهورية مصر العربية. طبعا الدور دوت الوزارة ولا هيئة تعليم الكبار مش هتقوم بها بنفسها، لازم يكون هناك تعاون. هو ده الدور الذي يقوم به، الذي يجب أن يكون به منظمات المجتمع المدني. هناك عدد كبير من منظمات المجتمع المدني تستطيع من خلال العاملين لديها حصر جميع الأميين داخل جمهورية مصر، إعداد فصول أو فصول لمحو الأمية، التواصل مع الأميين، تشجيعهم على تعلم القراءة، عفوا تقديم حوافز للمعلمين، مساعدتهم في إقامة مشروعات صغيرة، متابعتهم اقتصاديا اجتماعيا ثقافيا تعليميا. كل هذا ممكن تكون به، هذا الدور يكون به المجتمع المدني للتعليم محو الأمية. طبعا قضية محو الأمية قضية، أنا أكتب قضية وطن، بمعنى عدد الأميين طبعا نسبة كبيرة يجب القضاء عليها. الدولة بتصرف مبالغ طائلة على التعليم والصحة، أوجه الصرف في التعليم والصحة لن تستكمل هذه المنظومة إلا بالقضاء على الأمية. أنا أتمنى إن شاء الله يكون هناك يتم الانتهاء من قاعدة بيانات لجميع الأميين داخل مصر قريبا. المجتمع المدني ينتهي من إعداد الفصول الكاملة لاستقبال الأميين، أن يكون هناك تعاون من الأشخاص. يعني عدم تعلم القراءة مش عيب يعني، لكن العيب أنك تظل بعيدا عن تعلم القراءة. المميزات الاقتصادية والاجتماعية التي تقدمها هذه الجمعيات أو الوزارة للأميين تساهم كبيرا كثيرا في القضاء على الأمية إن شاء الله خلال الفترة المقبلة. إن شاء الله. أستاذ أيمن صقر مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط ومسؤول ملف التعليم، بنشكر حضرتك يا فندم على هذه المداخلة.